النهاردة هنعمل لازانيا. لازانيا دي نوع من المكرونة، تختاروا اي براند انتوا بتحبوها. انا اخترت النوع ده. الحاجات الاساسية اللي هنحتاجها في عمل اللازانيا هي المكرونة بتاعت اللازانيا، طبعا عبارة عن شرائح كده، وهنحتاج نعمل بشاميل، وهنحتاج نعمل لحمة مفرومة. اللحمة المفرومة انا في صوص شبه العصاج، هي ممكن تعمله بالعصاج، بس في حاجة انا اتعلمتها من مطعم كنت بودي فيه بنتي تتعلم كوكينج كلاس، انه بيستخدموا حاجة اسمها راجو صوص. الراجو صوص ده برضو شبه العصاج، بس بنضيف عليه جزر وسالري وطماطم، صوص توميتو، بيبقى شوية سائل عن العادي. فانا بعمله وبعمل كمية كبيرة وبحطهم في الفريزر يجمدوا. النهاردة طلعت جزء، هبقى اعمله معاكم في حلقة لوحده ان شاء الله، لانه شوية بياخد وقت. فدي الراجو صوص، عبارة عن لحمة مفرومة وبصل وجزر وسالري، سالري اللي هو الكرفس، وبيتحطوا وبيستووا فترة طويلة على النار لغاية لما كل الحاجات بتندمج مع بعض. انا بس مزودة شوية مية هنا عشان اسيحه، عشان لسه مطلعه من الفريزر. هعمل دلوقتي البشاميل. البشاميل هنحتاج حوالي 3 معالق من السمنة البقري دي. هحط بسم الله الرحمن الرحيم 3 معالق كبار. بسم الله الرحمن الرحيم، 1 3، وبرضو عليهم 3 معالق من الدقيق كبار، مليانة كده. بسم الله 2 3، هنضربهم بالمضرب ونحمرهم شوية على النار لغاية لما تحس ان ريحة الدقيق طلعت واللون شوية اتغير، ما بقاش يعني ابيض قوي. نفضل بس مع التقليب المستمر، ما نسيبهاش عشان ما تتحرقش مننا وما تلزقش في القعر. هبتدي احط شوية من جوزة الطيب، ناتميج، شوية صغيرين مش كتير. حوالي ربع معلقة، هنقلب. بتدي ريحة حلوة، اللي مش عايز يحط دي اختياري يعني. دي بدأ يتحمر، هنبتدي نحط اللبن. بسم الله الرحمن الرحيم، شوية شوية ونقلب عشان ما تجمدش مننا. انا بضيف مش كمية محددة، بس لغاية لما بحس ان القوام هتاخد حوالي 1.5 لتر تقريبا. وحتى ازازات بشاميل لو ما احتجتلوش كله بيتشال في كيس وبيتحط في الفريزر، بس هي اللازانيا عادة انا بحب ازود فيها البشاميل شوية. دلوقتي هنحط الملح. بسم الله الرحمن الرحيم، الملح ده حسب الرغبة. نحط شوية فلفل اسود، نقلب برضو، بتتخن اهي برضو. احنا مش عايزين البشاميل بتاعت اللازانيا تبقى تخينة قوي، لان انا مش هسلق المكرونة او الشرائح بتاعت اللازانيا، فهتعتمد ان هي تطرى من الصوص ومن البشاميل. هضيف حوالي معلقتين من اي جبنة كريمي عندكم، ممكن تضيفوا كيري او اي نوع. صوص الطماطم او الراجو صوص اللي احنا عملناها جاهزة، انا بس هزود عليها شوية صلصة طماطم عشان انا عايزة السائل يكون اكتر، عشان زي ما قلت يطري اللازانيا لان مش هسلقها. نقلبهم مع بعض ونظبط الملح والفلفل والتوابل. التوابل انا عادة بحط السيفن سبايس. هنا احنا جهزنا كل الحاجات، جهزنا الراجو صوص او العصاج
وهنا البشاميل. البشاميل انا لاحظت ان هو بيتخن طبعا كل ما بتسيبوه، فانا هزود شويه حليب عشان انا قلت زي ما قلت مش عايزاه جامد، و يعني اعتقد هتوصل للترين. المكرونه اهي انا محضراها، بنعمل من طبقتين لثلاثه بالكتير يعني. بسم الله الرحمن الرحيم عشان ما تبقاش معجنه. ونرص نرص على قد ما الصينيه بتاخد. نضيف طبقات اهو من البشاميل. بسم الله بعدين نحط طبقة تانية من المكرونة، بنغطي كل المكرونة عشان تدوب من من السوائل اللي هي عليها دي. بسم الله الرحمن الرحيم عشان كده احنا بنعمل بشاميل اكتر، يعني كمية كبيرة حوالي لترين حليب. اللي مش بيحب اللحوم ممكن يعملها بالخضار ويحط عليها صلصة، يعني بزلة وزر طبعا وسلري وطماطم يعني وبصل نفس الفكرة، وتتحط بين الطبقات. نكمل رص الطبقات، دي تالت طبقة هضيف. انا نسيت احط الحقيقة، انا بحب احط رشهم كده. بسم الله احط برده شويه موزاريلا شويه. بسم الله هي طبعا من الاكلات التقيله. طيب في اضافتين بقى انا بحب اضيفهم، دول اختياري يعني، اللي مش عايز ما براحته يعني. هنا كده الموضوع خلص، كده الصينيه خلصت. ده ريحان، بس اللي هو اللي ورقته عامله زي القطيفه كده، هو فلسطيني اعتقد، فانا بجيبه وبنشفه بيدي ريحه فظيعه فظيعه فظيعه، وبعمله كده فوق الوش. مش كتير يعني، كده بس حاجه بسيطه خلاص. وبعدين كمان البقسماط اللي احنا بنحمر بيه الفراخ والحاجات دي، ده انا بحب احطه طبقه كده خفيفه فوق البشاميل وفوق اللازانيا، بحس انها بدل ما الطبقه اللي فوق دي بتلظ كده بتبقى متماسكه وحلوه يعني. مش كتير يعني، انت بترشاشيها. وفي انواع من البقسماط ده بتتباع عليها توابل، بس انا اوريدي حاطه يعني الريحان وكده، فانت ممكن تختاروا المتبله او العاديه، فدي اللي انا برشها دي العاديه الحقيقه، بس انا حطيت ريحان. خلاص كده خلصت. انا مولعه الفرن طبعا على 250 سلسيوس قبل وانا بشتغل يعني عشان يسخن، وبعدين هخلي الحراره دلوقتي على 200، هحطها الاول 20 دقيقه واشوف على اعلى حراره. ثانية هي لسه مطلعاها، الحمد لله خلصت ومولعه طبعا. انا عايزه ادوقها بس مش قادره بصراحه. مولعه مولعه كده مع بعض ان شاء الله. شايفين لسه طريه يعني، المكرونه استوت، اللازانيا الشرائح اللي فيها الحمد لله اهي، لانها اتشربت من الصوص اللي احنا حاطينه، وانا حطيتها على اعلى حراره في على 250، حطيتها اول حاجه 15 مينتس وبعدين حطيت 10 مينتس كمان، 15 مينتس كمان تعتبر اخذت نص ساعه، وحطيتها على الرف اللي تحت مش اللي ملامس للشوايه عشان ما تتحرقش بسرعه. لو انتوا تظبطوا على حسب فرنكم بقى. لسه سخنه جدا جدا جدا، نشوف ايه الطعم. ان شاء الله يعني باينه انها طريه. بس
بسم الله الرحمن الرحيم. واو ندوق كده مع بعض. بسم الله الرحمن الرحيم. الله يامي 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 يامي.